يا رب كل حاجة تبقى مظبوطة. هل الصوت مظبوط؟ 1 2 3 تست تست تست. فرشت الحاج سعيد. ان شاء الله مفيش دم بإذن الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. لا، والمرة اللي فاتت طالعة اقول لكم جبت كاميرا جديدة وبتاع، في الاخر يطلع الصوت زي الزفت، شكلي عر قوي. المهم، عاملين ايه يا بنات؟ وحشني جدا جدا، وده اللي كنت عايزة اقوله لكم في الفيديو اللي فات، ان انتوا وحشني جدا، وبجد اسفة على اللي حصل الفيديو اللي فات. فعلا يعني مش بتعلم ببلاش، معلش. كنت عايزة بس اقول حاجة سريعة قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. بالنسبة لفكرة ميك اب وجريمة، او ان انا بحكي قضية وانا بحط ميك اب، دي مش هتبقى كل فيديو، يعني عشان احنا برضو عندنا ريفيوهات وبنجرب منتجات تانية، وفي ناس عايزة لوكات للعرايس او للمناسبات او ايا كان، يعني في افكار تانية لازم اشرح فيها وانا بتكلم، فمش هيبقى كل فيديو. يعني مثلا ممكن نعمل فيديوهين فيهم ريفيوهات وشرح وكده، والفيديو اللي بعدهم نعمل ميك اب وقضيه معاه. فبس حبيت اوضح ده للناس اللي كانت فاكره ان كل فيديو هيبقى كده. اسف على صوت المروحه لو عالي النهارده شويه عن العادي، لان انا تقريبا قربت احطها هنا في قفايا، هي حرفيا جنبي هنا. الدنيا حر جدا وانا مش مستحمله. كفايه رغي، ندخل في فيديو النهارده. فيديو النهارده من حاجات شين. المره دي تاني تجربه ليا لمنتجات كوكو. كوكو دي براند بتاعت احذيه موجوده في شين. البراند دي تحفه، انا من اول مره جربتها وهي وهماني، اذا كان من كواليتي من سعر، ومريحه يا جماعه، مريحه راحه مش طبيعيه. تحسوا ان اللي عامل البراند دي دكتور غضاريف، حاجه كده للظهر وللرجلين، يعني فظيعه، مريحه جدا. لما شفتوش تجربتي الاولى لمنتجات كوكو دي، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. بس ميزه الاحذيه بتاعت براند كوكو دي ان هي اولا مضاده للميه او اي سوائل، ما بتسيبش اي بقع. انا في الفيديو بتاع تجربتي الاولى ده كبيت على الكوتشي من بره قهوه، وكان كركديه تقريبا وميه، كلهم بينزلوا يتزحلقوا على كوتشي ابيض ومش بيسيبوا اي بقعه، لان هي كمان ضد الميه، فحتى السوائل دي ما بتدخلش من الكوتشي، يعني جوه رجليا هتبقى ناشفه لو في سائل اتدل عليها من بره، فظيعه. ولو جه عليها تراب او حاجه، طبعا هي بتطرب عادي، لو جه عليها تراب او كده بيفضل اللون ده موجود، بس ميزتها ان هي بالميه بس التراب ده كله بيطلع. يعني انت حتى لو انت بره ماشيه في الشارع والكوتشي بتاعك مثلا اتوسخ من بره، هاتي اي ازازه ميه وكبيها كده ودعكيها كده وانت ماشيه، هتنضف ورجليك من جوه مش هتتبل. فدي ميزه حلوه قوي، زائد ان هم زي ما بقول لكم مريحين جدا. تعالوا بقى النهارده اوريكم اختياراتي من البراند دي. جايبه منها 8 حاجات، من هيلز لساندلز لشباشب او سليبرز، فيلا بينا نشوفهم مع بعض. اوكي، اول حاجه هما بيجوا في الباكج ده، اهي مكتوب عليها كوكو هنا البراند بتاعها. طبعا اول حاجه كان لازم اجيبها هي كوتشي ابيض، ده كده شكله، يا رب بس الاضاءه ما تبقاش فاقعه فيه قوي. شايفين شكله؟ هو ما فيهوش اي حاجه، هو ساده خالص، ما فيهوش اي اختراع، فظيع، مريح جدا، ومن جوه كده تحس انه زي فيه بطانه او مبطن كده، مريح جدا. ومقاسي في الكوتشي ده 38، انا عموما مقاسي 38، بس انا فاكره ان في حاجه فيهم جايباها مقاس اصغر، هوريها لكم دلوقتي. بس مقاسي في ده 38 وجاي مقاسه مظبوط عليا. طبعا لينكات كل الاحذيه اللي هتكلم عليها النهارده هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. كمان لبراند كوكو مخصوص ليا كود خصم ليهم في شي ان، هسيبه لكم هنا على الشاشه، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس، غير كود الخصم التاني بتاع شي ان اللي هو ميار. ده بقى لاي حاجه تانيه غير براند كوكو من على شي ان هيديكوا برده 15% خصم. اللي بعده ده زي صندل كده فلات، انا عشان مش عارفه امسكه، ده كده شكله لونه جملي وفلات خالص، ما فيهوش اي حاجه، شايفين رفيع ازاي. دي بقى كده هي الفكره، ان هي بتتعمل كروس كده وبتتلف على الرجلين، بس شايفين هو عامل ازاي كده خطين كده. بس عامه ده شكله من قريب، وده برده مقاسي فيه 38 وجاي مظبوط عليا. انا هسيب احلى حاجات عجباني في الاخر. بعد كده الصندل ده برده، ده برده فلات بس يعني كعبه اكبر شويه، اعلى شويه، سو كعبه اعلى من التاني شويه، وده لونه بينك كده او داستي بينك، تحفه، حلو قوي. ده مقاسه مظبوط عليا، بس هو يعني مش عارفه، انا حاساه عايز مثلا وش رجل اعرض سنه مثلا او حاجه، بس هو برده 38 وجاي حلو عليا. ده كده شكله. واحلى حاجه فيه بقى ده ان الابزينه بتاعته مش بتدخليها بقى وبتاع، عارفين اللي هو الشنكل ده، شكل ده اللي هو انت بتشنكليه كده، ذكيه قوي. المهم ان هو حلو يعني. وبصوا ده بقى ايه، مبطن كده شويه، فيه هنا كده زي سفنجه او حاجه على طول النعل نفسه، فاهمين؟ فمريحين جدا. بعد كده جبت شبشبين او تو سليبرز، ده من الحاجات اللي انا اعتقد ان هي طالعه موضه الديزاين ده يعني. وفي بقى السلسله دي او التشين دي، دي بلاستيك
بس شكلها حلو قوي. بص شكله تحفه ازاي. هو ده بقى اللي انا جبت منه 37. دي عمري ما جبت حاجه 37 في حياتي، بس ده لان انا شفت الريفيوز اللي تحت القطعه دي يعني على شي ان، قايلين ان البتاعه دي واسعه شويه، فلو انت جايبه مقاسك بالظبط هتلاقي رجليك بتتزحلق على جوه وصوابعك تبقى طالعه كده. وده فعلا اللي حصل، يعني هو 37 مقاسه مظبوط عليا بالظبط. فخلي بالكم من الريفيوز اللي بتبقى مكتوبه تحت كل قطعه، وكلهم زي ما انتم شايفين نفس الماتيريال بتاعت الفابريك دي، القماشه دي شايفينها عامله ازاي. وده برده نفس الكلام، لو اخدين بالكم هتلاقوه هنا كده مبطن. بعد كده الشوبشوب اللي بعده ده شكله عجبني قوي، وبالنسبه لي انا حاجه مختلفه تماما، عمري ما جبت حاجه بالشكل ده قبل كده. يعني المهم ان هي واحده كده اعتقد ان هي تايجر يعني، والخط التاني ده اسود وفي الحلقه الجولد دي، بس شكله شيك جدا عاجبني قوي بقى. ونفس الكلام هنا كده مبطن من جوه او في سفنجه، فمخلياه مريح جدا. وده برده جايبه مقاسي عادي 38. نيجي بعد كده للحاجات بقى الهيلز او الكاب. اول حاجه العسل ده عايزه اقول لكم تقيل قوي، ده كده شكله لونه نود وكعبه شفاف، كنت دايخه عليه في كل حته هنا في اسكندريه، مش عليه بالظبط يعني، انا عايزه حاجه نود او شفافه بمعنى اصح، واللي الاقيه شفاف الاقي كعبه رفيع او عالي قوي، واللي الاقيه نود الاقي مش عارفه عامل ازاي من قدام، يعني كل حاجه فيهم الاقيها حاجه مش مناسباني. ده في كل حاجه انا عايزاها، انا بحب الشكل ده من قدام، والمربع ده حلو قوي، وان هو من تحت شفاف يعني ما فيهوش غلطه بالنسبه لي، وتقيله قوي فدي حاجه حلوه. هنا الجزء ده كده زي قطيفه، وهنا الفابريك المعروفه بتاعه كوكو اللي بتبقى ضد الميه وضد السوائل وكده، ونفس الكلام من جوه. بصوا شايفينها مبطنه ازاي بقى، بصوا مريحين قوي، والكعب بجد ماسك نفسه، يعني حتى المسمار اللي انا شايفاه جوه مسمار تخين، فالكواليتي بتاعتهم بجد جميله جميله جميله. ده برده مقاس فيه 38. افتكروا ان انا سايبه احلى حاجه اخر حاجه، فمتقفلوش الفيديو. بعد كده الساندل ده رائع رائع، هو استحاله يبان شكله هنا وانا ماسكاه، فهتشوفوه في الصوره وهتشوفوه في الفيديو وانا لابساه. ده كعبه اعلى من العادي اللي انا بجيبه دايما، بس حلو لانه مريح جدا. وهنا الوش بتاعه ده او الستريب بتاعته دي هنا ارفع من البيج، شايفين عامله ازاي ارفع شويه، وهنا ده بيتلف كده بطريقه كروس من قدام الرجل، بيبقى شكله رائع، بيبقى شكله شيك جدا وإليجنت جدا. فده برده من الحاجات اللي حبيتها قوي قوي قوي، هم كلهم بصراحه ما فيش ولا اي حاجه فيهم فيها غلطه. وده برده مقاسي فيه 38. جاهزين لاحلى حاجه في التاريخ؟ دي انا هظلمها وانا ماسكاها كده، يعني انا كده ظلمتها تماما وما اديتهاش حقها خالص. يعني بصوا الجمال، بصوا ايه ده، بصوا من ورا هنا عامله ازاي، طبعا برضو هتشوفوها وانا لابساها، وبرضو دي بتتلف كده على رجلين من قدام، شايفين الشغل اللي من قدام ده النقشه عامله ازاي. ودي بقى كعبها انا مش متعوده عليه قوي، يعني بجيبه بس في الحاجات اللي هي بتاعه الافراح اللي مش بلبسها الا كل مليون سنه مره، بس عشان هو الكعب صغير مش طويل فاعتقد هيبقى تمام معايا. يعني كعبها كده اللي هو الرفيع، وبرده من جوه مبطنه، فبرده مريحه جدا، شيك شياكه، ولونها رائع الداستي بينك برده الغامق او الروز موفي ده فظيع. فيها حاجه واحده بس يمكن مش حلوه قوي، بس انا بالنسبه لي ما بتفرقش، ان انا لما بلبسها الجزء اللي هنا ده الرسمه دي كده دي متنيه، يعني هي اصلا بصوا عامله ازاي، دي عامله كده شكلها كده، فلما بتتلبس دي بتترفع لفوق شويه كده، فاهمين؟ فدي رخمه شويه بس قشطه، انا ما عنديش اي مشكله، تحفه برضو تجنن. دي عايزه نزوله بقى مناسبه شيك كده، يوم مميز، حاجه الاجا كده. ودي برضو مقاس فيها 38. دول كده الثمان قطع اللي انا جبتهم من كوكو المره دي. جماعه بجد البراند دي تحفه، تستاهل ان انتوا تجربوها، فاسعارهم متوسطه حلوه بالكواليتي بتاعتهم، الكواليتي بتاعتهم رهيبه رهيبه فعلا. اللي عامل البراند دي دكتور، يعني دكتور عظم دكتور بشر، عشان الحاجه تبقى مريحه قوي كده وطالعه بالكواليتي دي، فعلا انصحكم تجربوها حلوه جدا. وبس كده بنات، دي كانت تجربتي الثانيه مع براند كوكو من شي ان، هسيب لكم اللينك بتاع كل القطع اللي انا اتكلمت عليها النهارده تحت في صندوق الوصف، وكمان كود الخصم بتاع كوكو وكود الخصم بتاع شي ان بقى اي حاجه تانيه من شي ان. وبالمناسبه الميك اب السيمبل ده انا صورته على الانستجرام، وغالبا هثبته في الهايلايت، لو عايزين تروحوا تشوفوه برده هتلاقوا دايما هنا على الشاشه الاسم بتاعي على الانستجرام، واللينك بتاعي تحت في صندوق الوصف، فتابعوني برده على الانستجرام عشان ساعات بعمل انبوكسنج وميك اب وحاجات زي كده احيانا يعني. فبس كده بنات الفيديو يكون خلص، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.